استعراض مباريات اليوم، ولسه كنت بقول طبعا النهارده الانطلاقه للتصفيات الافريقيه والجوله الاولى في مباراه اقيمت الساعه 3 عصر اليوم وانتهت منذ قليل بين افريقيا الوسطى وكاب فيردي، انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. لكن الساعه 6 في مباراتين في توقيت واحد، السنغال تستضيف توجو، غينيا بيساو تستضيف غينيا، والساعه 9 ثلاث مباريات في توقيت واحد. بالطبع مباراتنا بالتاكيد منتخبنا الوطني مع انغولا، وايضا في نفس التوقيت وفي نفس المجموعه ليبيا هتستضيف الجابون، والمباراه بتقام في ليبيا، والساعه 9 ايضا في ختام المباريات مالي تستضيف رواندا. دي الجوله الاولى ومباريات المرحله الاولى، لان كمان هذه المباريات بتقام على مدار 48 ساعه في كل المجموعات. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في بدايه المشوار بشكل قوي امام المنتخب الانغولي.